بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد اكزامبل نفهم فيه فكرة العمليات اللي ممكن نستخدمها من الماث موديول بتاعنا. فبيقول لي مثلا احنا محتاجين نصمم برنامج لمدرس هندسة يريد تصميم برنامج يقوم بحساب مساحة ومحيط القاطع الناقص. يعني هو عنده المدرس بيعلم للناس كتير، فعايز برنامج يحسب له، هو مش فاضي يقعد كل شوية يحسب، وعايز يدي الأولاد مثلا أسئلة كتير مختلفة والبرنامج يحسب، بس في الآخر يحسب له مساحة ومحيط القاطع الناقص. القاطع الناقص اللي هو البيضاوي، الشكل البيضاوي ده، بيدخل البعدين اكس واي للقاطع الناقص، وبعدها يحسب الاريا والبيرمتر، تمام، طبقا للمعادلة التانية. فطبعا عندي شكل بيضاوي، اكس اللي هي من نص، من أبعد نقطة لنص لنقطة المركز، والواي العكس زي ما احنا شايفين. وقال لي الايكويشن كاتبها، يعني بيقول لي الاريا هي باي ضرب اكس ضرب واي. خلاص هاخد اكس وواي من اليوزر وهضرب فيهم الباي اللي هي ماس ضرب باي، كده تحسب المعادله الاولى. بيرمتر بقى قال لك 2 ضرب، تمام، تايمز الايه لل 22 على 7 اللي هي باي، بعد كده ماس دوت اس كيو ار تي عشان احول الجذر، صح، كده نص عادي. اكس اس 2 ممكن استخدم طبعا ضرب ضرب اللي هي علامه الاس، وممكن استخدم ماس دوت باور او دوت باور، خلاص عشان اقدر احول المنظر ده. طبعا المفروض نعمل اناليسيز او الالجوريزم. فلو الالجوريزم بتاعي اقول له سيت ان باي بيساوي 22 على 7 طبعا، او نستدعي عدد من الماس، هقول له انتر فاليو اوف اكس هريد الاكس، انتر فاليو اوف واي هريد الواي، هكالكوليت ان الاريا بتساوي باي في اكس في واي، صح، هكالكوليت البيرمتر اللي هو بيساوي 2 ضرب الباي ضرب الاس كيو ار تي للنص في اكس اس 2 زائد واي اس 2، وما انساش اعرض في الاخر الاريا والبيرمتر بتاعي. لو عايز ارسمها كفلوت شارت هتبقى بالمنظر ده. ستارت برومبت انتر فاليو اوف اكس ريد اكس، انتر فاليو اوف واي ريد واي، اريا بتساوي باي ضرب اكس ضرب واي، قلت بيرمتر بتساوي 2 ضرب باي ضرب اس كيو ار تي على نص في اكس اس 2. طبعا تلاحظوا هنا الاس العلامه بتاعته دي، طبعا ما تفرقش، في بعض اللغات بتستخدم العلامه دي، في بعض اللغات بتعمل ضربين في، وهنا انت في الفلوت شارت او في الالجوريزم استخدم اي رمز اللي يعجبك، مفيش اي مشكله خالص، لسه ما حولناش لكود، تمام. حتى كتبنا اس كيو ار اس كيو ار تي وباي من غير ما اكتب ماس دوت اس كيو، انت ما بتكتبش كود انت، بس الفكره واضحه، تمام، اكس اس 2 وواي اس 2، وفي الاخر اعرض الاريا والايه والبيرمتر بتاعك. طيب لو احنا عايزين نكتب الكود بتاع البرنامج ده، تعالوا نفتح مع بعض البايثون كده، بسم الله، ونيو فايل، تمام، ونقول نديله سيف في المكان اللي احنا بنسيف فيه مثلا، المعتادين فيه ان احنا نسيف، مش عارف الترتيب ده مظبوط ولا لا، لكن نو بروبلم، يعني اكزامبل 30 قلت له ماشي، تمام. ونبدا بسم الله. طب احنا عندنا الاول حاجه طبعا هنستخدم حاجات في الماس، فهقول له امبورت ماس، تمام، حلو جدا. بعدين هعمل ايه؟ هقول اول حاجه عايز اقرا منه الاكس واقرا منه الواي، فعلى طول هقول له اكس ايكوال، وهقول له بقى ايه، طبعا هحول فلوت عشان اعمل كونفيرت، طبعا هقول له اعمل لي انبوت، واكتب له المسج انتر فاليو اوف اكس الاول نقطتين كده، واخد كابي من ده وما اعمل كده عشان اطلب منه الواي، تمام كده، طلبت منه الاكس طلبت منه الواي، خلصت الايه الجزء دوت من الفلوت شارت بتاعتي. طيب مش الماوس متعبني شويه، طيب خلينا كده وننزل لتحت نكمل. بعد كده هحسب الاريا، فهقول له الاريا ايكوال، وعايز اقول له باي فاقول له ماس دوت بي اي، خلاص كده احنا استخدمنا الباي. طب ممكن احط الكوسين واكتب 22 على 7، صح، ممكن اكتب الرقم على طول مباشره، صح، تمام، في اكس في واي، خلصنا من الايه من الايكويشن الاولى. البيرمتر بتاعنا بيساوي 2 ضرب، طيب باي قلت له ماس دوت باي، تمام، ضرب عايز يجيب الاس كيو ار تي، فاقول له ماس دوت اس كيو ار تي،
افتح قوس واقفل طبعا اس كيو ار تي، لان كل تحت الجذر يجي ايه تحت القوسين بتوع الاس كيو ار تي. اول حاجه نص، ممكن اكتب كده اتس اوكي، ممكن اكتب واحد على الاثنين صح، مش هي مش هي خالص. ضرب كام؟ اكس اس 2، فهقول له ممكن اقول له طبعا ماث دوت باو تمام، افتح قوس واقول له اكس كوما 2، فبقت مفهوم دي كده معناها اكس اس 2 زائد واي اس 2، بقى ممكن اقول واي ضرب ضرب 2، ده الشكل الثاني صح. انا بس حبيت اشتغل استغل الشكلين عشان تبقى الناس عارفه. طبعا انا بقفل اقفل لي كده الاس كيو ار تي تمام كده، احنا قفلنا تمام كده، احنا في حاجه زي مش محتاجين ده، احنا ده كده ده قفل الايه اس كيو ار تي بس خلاص، ما فيش محتاجين اقواس ثانيه. طب اخر حاجه ناقصنا ايه في البروجرام ده؟ ان احنا ندسبلاي الاريا والبيرمتر. طيب عشان ندسبلايهم هقول له برنت الاريا ايكوال، طب ممكن نستخدم الاف فانكشن دي، اقول له اريا ايكوال واحط هنا الاريا، الاريا ايكوال كذا، ونفس الكلام بيرمتر بيساوي كذا تمام. ممكن نقول له انبوت عشان يبقى واقف مستني، او لما تيجي تشغل البرنامج دبل كليك كده، لما يكون عندك البايثون نازل وتشغل برنامج دبل كليك، تدخل الاكس وتدخل واي ويديك فرصه تقرا النتيجه، ولما تدوس انتر البرنامج يقفل، يبقى جربها. لكن لو دوسنا كده اف 5 قال انتر فاليو اوف اكس تقول 5، قال انتر فاليو اوف واي تقول 3.5 مثلا، تقول طلع لي الاريا، قال الاريا 54.9 بيرمتر 27.2 كده. كان الايه الخلاصه بتاعت البرنامج. اما فكره لو حبينا نديكم كده في الاخر اساينمنت تحلوه ان شاء الله، هنعمل برضو فكره ثانيه هندسيه برضو فيها معادله كده بسيطه، نصمم برنامج يتم ادخال فيه ارتفاع المخروط، المخروط بيبقى بشكل بيبقى الطاز ده، ده ارتفاع المخروط اهو تمام، ونص قطر دائره المخروط اللي هو الار اللي هي نص قطر الدائره اللي تحت دي، ده المستخدم هيدخل، يقول له اسمح دخل الار اسمح دخل الاتش. بعدها احنا المفروض نحسب الحجم والمساحه طبقا للمعادله التاليه، ادي الفوليوم تمام اللي هو الحجم بتاع المخروط، ده تولت ضرب باي ضرب ار اس 2 ضرب ار تربيع في اتش خلاص ما فيش، والاريا باي في ار وفي عندي اس كيو ار تي جاز وار تربيع وزائد اتش تربيع، طلع النتيجه تمام، والباي طبعا 22.7. ده كان الايه الاساينمنت، اسيبكم تحلوه ان شاء الله بنفس المستوى، ويبقى كده كويس قوي ان احنا تعاملنا مع الماس موديول واخدنا عليه اكزامبل وعرفنا نستخدم الحاجات الاساسيه ان احنا نحول بس الايكويشن نعرف نكتبها على كبروجرامنج. اكدت كذا مره على المفهوم ده، هي دي الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها. السلام عليكم ورحمه الله.